اجلس جلس 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 والله قبل لا تصورنا يا راكب هنا نروح صورنا اوفا يدك اوفا يدك Thank you.
حياكم الله.
الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. ضيوفنا الكرام، يا كل من شاركنا في هذا المحفل أهلا وسهلا بكم جميعا، ونحن أمر غضائهم لا يقوم حضرنا ولا يجي العشاء إلا بعد نكمل صلاة العشاء، والذي نحن جميعا مطالبون بتاديتها بين يدي الله عز وجل. وتذكروا يا عباد الله في مصيركم وفي الدنيا وسرع زوالها، لكل حي كل حي فيها يموت، وكل قوي يضعف، وكل جديد يبلى، وكل عامر يخرب، ويبدا وجه الله رب الجلال والاكرام. وفقنا الله اياكم لما يحبه ويرضاه، ويجددنا طريق المغضوب عليهم. ان الله نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصادق في قوله الذي قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقال انما المؤمنون اخوة. والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة، فلا شر إلا حذر عنه ولا خير إلا أدل عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخواننا الكرام، دعانا عاطين نتكلم عن الأدب، ونحن ما عندنا من العلم كله إلا ما تيسر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، نحن وش عندنا؟ ولكن نحب العلم والتعليم والمعلمين والمتذاكرين بالعلم في حلقات الذكر. أما المواعظ يا نعادلة، أطلعوا برا، أطلعوا قدموا عشان ضيوفكم. أنتم يا نعادلة أطلعوا برا قدموا عشان ضيوفكم، لا أشوف ولا واحد بقي في الحلقة هذه. أما الواقع والإرشاد فنحمد الله رب العالمين، انتشر العلم وكثر التعليم وكثر المعلمين، ولا يخفى على الناس يعني من أمر دينهم ودنياهم شيء، لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة يقول إن الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر. فمن نظر لدنياه بعيون راسه ونظر لآخرته بعيون قلبه كان من الفائزين، ومن نظر لدنياه بعيون قلبه ولآخرته بعيون راسه كان من الخاسرين. وهذه معناها ربما هو غامض يعني عن المجتمع، ولو كان يعني ان اكثر الناس منهم المتعلم والطالب الذي في حلقات العلم، ولكن فيه يعني نشوف انا يعني اشوف غيري من الناس ان فيه يعني بعض الخلل، لان بعدما يتعين عندنا مدرس او متعلم بشهادة عالية بعد تعلق وخسرت عليه الدولة من فضل الله رب العالمين
ثم من فضل حكومتنا الرشيدة. لم يعني يوعظ ولم يلقي المحاضرات سوى يعني تامين عيشة الرومعات أو المناقشة مع زوجته وبعض المتعلمين يظهر بشهادة عالية وتكون أيامها الخمسة في شغلتها الخاصة من عمله إلى بيته ويوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة ويوم الخميس وعطلته لا تحصله إلا في خارج هذه البلاد يتجول. لم يلقي كلمة لا وعظ ولا إرشاد ولكن نسأل الله رب العالمين أن يهدي الجميع وأن يجعل عملنا خالص لوجهه وأن يرينا الحق حق ويهدينا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويهدينا اجتنابه. وأما الأدب فسبقونا للدباء وتكلموا فيه حتى لو أني بقعد هنا أتكلم حتى تصبح لا يمكنني التعبير عن الأدباء وحكماء العرب وكلاب النفوس سواة العرفان عنهم. فمن الأدباء يوم وفد العرب على الملك كسرى كان من الخطباء بس بن ساعد وفي خطابه وكلمته يقول إن للأرض وجوه ورؤوس ألا وهي الجبال وإن للأمم وجوه ورؤوس ألا وهي الملوك وإن للقبائل وجوه ورؤوس ألا وهي أمراها أو شيوخها. فإذا فسد الرأس لم يصلح الجسم. ولنا مثل في وصية علي كرم الله وجهه في الجنة للحسن قال إذا اتفق رأي المسلمين على خلافته فلا تطلب الخلافة من تلقى نفسه إنما خلافتك تحت رأي المسلمين ورأيهم وتشاورهم ورضاهم. فمن كان أمره من تلقى نفسه ولا يحكم إلا رأيه كانت عاقبة أموره كلها خاسرة لم يكون لها تنفيذ في أي حاجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوما خيرا ولا أمرهم إلى خيارهم وإذا أراد بقوما شرا ولا أمرهم إلى أشرارهم. ومن الأدباء أبيات شعر لعنتر بن شداد هي من مزايا يقول لا يحمل الحقد من تعلى به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. وقال أبي فراس الحمداني عندما انسجن في الروميات وطلع وكان قصده يجمع الكلمة في عهد الدولة الحمدانية وقام بعض الناس إن يسخر منه أو يتكلم في عرضه وكان فاتح له دار ضيافه ويتدين يقول في بعض أشعاره يعاتبني بالدين قومي وإنما ديوني لي أشياء تكسبها الحمد أشدوا به ماجد خلوا وضيعوا ثبورا حقوبا لم أطاعوا لها سدا وفي فرسا نهدا عتيقا جعلته حبابا لبيتي ثم أخدمته عبدا وفي جفنة لم يغلق الباب دونها مكللة لحما مدفقة تردى وأني لعبد الله ما دام نازلا وما لي شيمة غيرها تشبه العبد. وأن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني قومي لمختلفا جدا فنأكلوا لحمي وفرط لحومهم وانهدموا مجدي بنيت لهم مجدا وأن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هووا غيي هويت لهم رشدا وأن زجروا طيرا لنحت تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس لرئيس القوم من يحمل الحقد. وقال الشاعر حمد الأحمد السديري عندما انفرجت من يديها القبيلة وانشقرت الأطر يقول في أحدى بيوت له لا عن قصرا ما يجي له ظلالي ينهد من عالي
الشر من لا يلاقيه منافقي. ولا كذوبا ربادي ولا كل من فتح عيونه تبديه لكان قلبه قد عمي مستفادي. والناس كل رايه اليوم مرضيه رايه لو عن الدرب غادي لكن في ظل وسيع عند رقفيه واللي ادعتك الموجبات بدبادي. ورجلا بنا ربعه زمانه يربي الى ذاك مر المصعبات الشدادي. ورجلا بلا ربعا تعزه وترفيه يصبح صناعه في يدينا العادي. ورجلا بلا ربعا تستر مزاريه يصبح فريسه في نحور الحدادي. وشيخا بلا ربعا تشرف مباديه ويوجهونه للطريق الرشادي. ما يسعه بيته وداره وواديه واخر زمانه للعذر والشرادي. وشيخا بلا ربعه قصيره مساعيه سواس العجوب اللي بجنب الرمادي لا على شيخا نظرته عند رجليه ضرب السيوف المرهفات الحدادي. ولا على شيخا طلعته من حواليه طعن الرماح اللي تشق الاكباد. فلتب وسيع كما اسلم ولكن الذي يحكم رايه ويعرف ماضيه وحاضره ومستقبله. فلنا مثل في الأدباء ولنا مثل حتى في معاملة الشيخ خميس أبو مقنع الذي نحن الليلة حاضرين بجانبه. فإنه لو ما قام بالجوم الرياسة وطرح جناح الذلة للنعاذلة كما خميس لا شك وقام بلجومهم وأخذ وجهاءهم ومسموعين كلمتهم نصب عينيه ولم يغفل عنهم. ربما كانت المزايا كلها في يديه ولكن انطبقت عليه وصايا علي وانطبق عليه الشعر القدماء فنقول جزاه الله خير. لأن صحيح أن رجلا بلا ربعا تعزه وترغيه يصبح طمايع في يدينا العادي. ورجلا بلا ربعا تستر مجاريه يصبح فريسة في نحور الحدادي. وشيخا بلا ربعا تشرف مبادئ ويوجهونه للطريق الرشادي ما يسع بيته وداره وواديه واخر زمانه للعذر والشرادي. فأمثال العرب والأدباء انطبقت على الشيخ خميس وعلى قبائل النعاذلة جزاهم الله خيرا والجميع. هذا وألتمس المعذرة لأن العشاء قرب لأني ربما أطلت عليكم أو أوقفت واحد أني بتكلم أو ارتكبت يعني خطأ لأني لست معصوم من الخطأ. راجيا من الله إن يجمع الشمل ويوحد الكلمة ويجعل عملنا خالصا لوجهه. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
شو شو الصورة سكين. السلام عليكم من عرائب وعيات
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
يا وجه
Yeah.
Thank you.
الله.